بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغايه اخر السادس ونبتدي في السابع. افكركم تاني برؤيا سته. رؤيا سته كان فيها الختوم السبعه لما الحمل بدأ يفتح ختم ورا التاني من السفر المختوم، وقلنا السفر المختوم ده قد يكون إشارة إلى كل ما هو غامض زي سر المستقبل أو زي الكتاب المقدس ببعض الألغاز اللي فيه. الوحيد اللي يكشف كل الأسرار هو ربنا يسوع المسيح. أما عن الختوم فقلنا أنها تمثل الفترات اللي هتيجي على الكنيسة لغاية مجيء المسيح. ورقم سبعة دايما رقم كامل يعبر عن مراحل الزمن المختلفة، لأن الختم الأولاني خرج منه فرس أبيض وكان إشارة إلى عصر الرسل أو الكنيسة الأولى البهية النقية، والختم الثاني فرس أحمر كان إشارة إلى عصر الدم والاضطهاد، وبعدين فرس أسود الختم الثالث كان إشارة إلى البدع والهرطقات اللي بتضل مع الكنيسة، وبعدين فرس أخضر كأن في بدعة معينة انتشرت وملت ربع الأرض وبقت عنوانها عنوان الموت، وبعدين الختم الخامس رفعنا من الأرض للسماء كأننا احنا في الختم الخامس دلوقتي، وفرجنا على صورة المنتصرين اللي عدوا من الختوم دي ووصلوا وبقوا يقولوا ربنا ما كفاية كده يا رب، يقول لهم استنوا لما اخواتكم يكملوا كمان والبسوا الأبيض وارتاحوا انتوا عشان في غيركم لسه هيكمل رسالته. أما الختم السادس فكان آخر إعلان قبل مجيء المسيح، الشمس ضلمت والأمر اتخنق زي الدم القمر والنجوم بدأت تقع وقوات السماوات بدأت تتزعزع، وكان مقدمة لمجيء المسيح. إما بمعناه الحرفي الزلازل والطبيعة لما تهيج قبل مجيء المسيح، أو بمعناه الروحي أن في نجوم وكواكب وأسماء كبيرة في الكنيسة تقع وتضل. وفي كل الحالات قبل مجيء المسيح على طول كل المتكبرين اللي في الأرض والمتعالين والأغنياء غنى الدنيا يقولوا للجبال والصخور اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. وكأننا وصلنا إلى الختم السادس، فاضل الختم السابع معناه مسيحيج لأنه الختوم هتمشي لغاية ما يجي المسيح. لكن الختم السابع مش هيتفتح في الإصحاح السابع، الإصحاح السابع هيأجل فتح الختم السابع عشان يطمننا على القديسين اللي وصلوا وعلى شكلهم وراحتهم زي كده الختم الخامس. ففي بريك بين الختم السادس والختم السابع نتفرج فيه على أسماء المنتصرين وعلى شكلهم في السماء قبل ما يجي المسيح في مجده. وعند الختم السابع هيبقى في أول إصحاح 8 هنلاقي فترة هدوء شديدة نص ساعة، وكأن يعني خد التأمل البسيط ده كأن ربنا يسوع يقول طب نديهم فرصة كمان. فبعد ما كمل السبع ختوم يجي عند الختم السابع يقول طب ننذرهم، طب ندي فرصة كمان، ويبدأ مرحلة جديدة اسمها الأبواق السبعة. واخدين بالكم الفكرة؟ فهيبقى الختوم السبعة تخلص، قبل ما تخلص تسلم للأبواق السبعة، والأبواق السبعة قبل ما تخلص هتسلم لحاجة اسمها الجامات السبعة. وكأن كل ما الدنيا تيجي تقفل ربنا يقول ايه طيب نعمل حاجة تاني يمكن يرجعوا ويتوبوا، طب ندي انذارات جديدة، طب نأدب الناس تأديبات يمكن يتوبوا، ويبتدي مرحلة جديدة. إصحاح سبعة من أجمل إصحاحات سفر الرؤية لأنه
بيعبر عن جمال الأبدية وشكل المنتصرين اللي فيه. فافتكروا كده إصحاح 1 كان شكل يسوع المنتصر، إصحاح 4 المسيح على عرشه في مجده، إصحاح 7 كمان كل المنتصرين وأشكالهم وأنواعهم وصفاتهم، وده اللي هنقراه مع بعض. بعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض كي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. يعني عندهم أوامر ماسكين الرياح من كل الأربع جهات، كأن دول لو فكوا الحكاية هتخلص خالص، هتتربق خالص. فبيقول 4 زوايا الأرض عليها 4 ملائكة ممسكين 4 رياح الأرض كي لا تهب ريح. يعني ربنا قايل لهم استنوا ما تجيبوش الريح الأخيرة اللي هطيح بالدنيا دي. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم للملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر. يبقى الملائكة دول لو فتحوا الرياح هتهب، هتيجي تدمر الأرض خالص. هل ده مقصود بالإنذارات أو الضربات اللي هتيجي بعد كده زي ما هنشوف ده فعلا، ولا مقصود بتأجيل النهاية؟ يعني الملائكة دول جزء من نهاية الزمن على اعتبار الأرض كلها تنفجر ساعتها. المهم انه قبل اللي ماسكين الرياح دول جه ملاك طلع من الشمس، من مشرق الشمس، معاه ختم الله الحي، ونادى للملائكة الأربعة قال لهم لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جبههم. يعني إيه؟ يعني استنوا، لازم اختم كل المختارين، كل عبيد إلهنا قبل ما تحصل الضربات. الحكاية دي معناها ايه؟ يعني ربنا عاوز يختم ولاده بختمه خاص، ختم الخاص بتاعه، ختم الله الحي. والختم بيبقى مكتوب عليه اسم صاحبه، فالختم ده مكتوب عليه اسم الله. فلما يتختم كل واحد يبقى اسم ربنا مكتوب عليه، يبقى بتاع ربنا. فلما تحصل الضربات ما تجيش على أولاد ربنا بنفس الدرجة اللي تيجي على غيرهم. الحكاية دي لها زي شكل في العهد القديم، وقت ما معسكر اليهود وقت موسى كانوا موجودين في مصر، كان ربنا يخلي موسى يضرب ضربة على مصر، الضربة تقع على كل أرض مصر لكن ما تجيش على الحتة اللي فيها ولاد ربنا شعب الله اللي هو كان اليهود وقتها، دلوقتي مش شعب الله. وفضلوا يتفرجوا على الضربات دي، البهايم بتاعت مصر تموت والبهايم بتاعتهم ما تموتش، الذبان والبعوض يجي على مصر بشكل مرعب وما يجيش على الحتة اللي قاعد فيها اليهود. فلأنهم مخصصين لله بتوع ربنا كانت بعض الضربات لا تأتي عليهم. فكأن ربنا له نوع من الحماية لولاده، بيقول للملائكة استنوا ما تضربوش الدنيا غير لما أختم ولادي، لأن الختم ده في نوع من الحماية أو المناعة اللي تمنع الأعداء. إيه الختم ده؟ إحنا عندنا حاجة اسمها سر الختم في الكنيسة اللي هو سر الميرون، سبق واتكلمنا عنه، إن الميرون ده هو الختامة بتاعة الكنيسة، والكنيسة هي عروس المسيح اللي بيختم على أولاده. فكل ما إنسان يختم بالميرون يتكتب عليه باسم الآب والابن والروح القدس يبقى اتختم، بقى عنده مناعة. الشياطين تأذي الناس اللي حوالينا لكن المختومين دول ما عندهم مناعة، مفيش سلطان للشياطين عليهم أبدا. عشان كده احنا اولاد ربنا علينا ختم الله الحي بسبب روح الله القدوس الساكن فينا، ان في ختم علينا. فمفيش ضرر يقدر يجي علينا من الشياطين زي ما يجي على غيرنا، احنا عندنا مناعة. طبعا في واحد بيطفئ روح الله او يحزن روح الله القدوس او يقاوم الروح أو يفضل طول حياته يقاوم الروح لغاية ما يجدف على الروح القدس ويرفض عمله للنهاية، دول كأنهم مسحوا الختم
أو ضيعوا قيمة الختم بعد الشر عليه. لكن كل المختومين معناهم مخصصين لله، دول ملك ربنا، دول اسم ربنا عليهم، دول ربنا مديهم مناعة ومديهم حصانة ضد الضربات اللي جاية. لكن لازم ناخد بالنا ان الضربات دي مش ألام ومش تجارب، لا، بدليل انه لسه في الختم الخامس لقينا أنفس الذين قتلوا من أجل شهادة الله ومن أجل الكلمة اللي عندهم. لا، الختم ما يمنعش عننا الألم، لكن يمنع عننا الشياطين، يمنع عننا الخطايا. يعني ربنا يأمن ولاده عشان ما يقعوش بالساهل في الغلط، يحميهم عشان الشيطان ما يكسبهمش على طول. لكن هل المسيح بيحمينا من ان احنا نتجرب تجارب الألم والمرض؟ لا، هو قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. هو مش مانع عننا التجارب من النوع ده، لكن مانع عننا التجارب بمعنى الخطايا، سلطان الشر. ربنا بيحاول يأمننا عشان يحفظنا للأبدية من غير ما نتوه، من غير ما الشياطين يكسبونا. عشان كده عندنا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا يضركم شيء. الآية تقول كده: أعطيتكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. هنا نفس التعبير بتاع الضرر، لا يضركم شيء. حتى نختم عبيد إلهنا على جبههم. عشان كده صدقوني شهوة الكنيسة أنها تعمد كل الناس وتختمهم. لو فتحتوا قلوب الرعاة تلاقوا كل اللي يتمنوه يعمدوا الناس كلها ويختموهم بالميرون ويخلوهم بتوع ربنا. بس دي لازم ايه؟ لازم يبقوا عبيد، لازم يبقوا مؤمنين. لو امنوا بالمسيح الهنا وطلبوا الختم نديهم الختم، لكن الختم ده مش مع اي حد، ده مع الكنيسة عروس المسيح، مع الملاك اللي بيقول ملاك الكنيسة او الملاك هنا: حتى نختم عبيد الهنا على جبههم. برضو هنا فكركم ان سر الميرون له طقس قبطي جميل قوي. نختم مش بس على الجبهة، نبدأ بالجبهة، لأن أخطر حاجة في الإنسان عقله. فأول حاجة نرسم صليب بزيت الميرون على رأسه عشان يتقدس فكره، وبعدين صليب على عينيه يتقدس نظره، وبعدين على ودانه يتقدس سمعه، وبعدين على مناخيره، وبعدين على بقه. يبقى كده رشمنا صليب كبير 8 رشومات تتقدس كل حواسه وأفكاره، وبعدين صليبين على صدره وعلى ظهره تتقدس إرادته، وبعدين صليبين على كل مفصل من مفاصل جسمه، يبقى 24 رشمة للمفاصل تتقدس أعماله وسلوكياته وحركته طول حياته. فيبقى الختم ده ختم على الطفل اللي بيتعمد في كل حتة، ختم على أفكاره وعلى حواسته وعلى إرادته وعلى أعماله، فصار مقدسا في كل شيء. فحكاية واحد مختوم دي مش مجرد علامة، ده مختوم دي معناها أن كل ما فيه مخصص لله. إحنا مسيحيين معناها دهن المسحة، دهن القداسة جه على جبهتنا، وهذا الدهن جعل فينا كل شيء مقدس. أفكارنا مقدسة، نظراتنا، حواسنا، إرادتنا، أعمالنا، كل شيء ملك لله كمختومين. عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي الثاني الجميل بتاع رشم الصليب، كل مرة نيجي نحتمي نعمل إيه؟ نرفع إيدينا ونمسك جبهتنا ونقول بسم الآب، كأننا بنلمس مطرح الزيت اللي قدسنا. فاهمين؟ لازم نرشم الصليب من الجبهة. ليه؟ نطمن إن إحنا مختومين، أو نحتمي في الختم نقول أيوة بسم الآب والابن والروح القدس. يعني ايه؟ هو ده اللي حارسنا. الختم اللي خدناه ده على جبهتنا، كل مرة نرشم الصليب كأننا نستعيد القوة اللي خدناها في الروح القدس في الختم. كل مرة بنرشم الصليب بنتسلح بقوة هذا الختم اللي ربنا قال، خلى الملاك يقول لبقية الملائكة اوعوا تعملوا حاجة في الدنيا ولا تسمحوا بضربات وتأديبات لغاية ما نختم عبيد إلهنا على جبههم، عشان الختم ده يحميهم والختم ده يحفظهم.
عشان كده احنا بنرسم الصليب كنوع من الحصانة ضد الشياطين، ضد الأفكار الشريرة، ضد الشكوك البطالة. رسم الصليب ده فيه قوة جبارة، قوته تنبع من الختم اللي احنا واخدينه قبل كده. نختم عبيد إلهنا على جبهه. وسمعت عدد المختومين، لأن هنا إشارة إلى أولا المخصصين اللي هم شعب الله، فالأول بدأ بذكر المختومين أو المخصصين من الشعب القديم، وربنا له شعب قديم وشعب جديد. شعب الله القديم هم اليهود الأتقياء، وشعب الله الجديد هم الذين آمنوا باسمه، ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم، لكن من الله ولدوا، أولاد الله في العهد الجديد، دول كل اللي آمنوا وتعمدوا على اسم ربنا يسوع المسيح. فهنا هيبدأ الأول بالشعب القديم، كل اللي تقدسوا من الشعب اليهودي، فيقول سمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل، كأنه عدد المخلصين من اليهود معروف عند ربنا. ليه؟ لأنه ما عادش في يهود بعد المسيح، كل اليهود اللي موجودين دول أي كلام، يعني مش يهود مقبولين عند الله، لسه سامعين عنهم في الرؤية، قال دول مجمع شياطين، دول مش يهود ولا حاجة. اليهود خلصوا وانتهوا بمجيء المسيح، كل المسيحيين هم بقى يهود العهد الجديد. فما قبل المسيح خلاص عددهم اتحسم، فكأنه بيقول من كل سبط في 12,000، في 12 سبط يبقى 144,000. طبعا الرقم رمزي كما اعتدنا، رقم 1000 يدي رقم كبير، رمز ان ربنا له ناس قديسين كتار، ورقم 12 إشارة إلى أنه في قديسين من أربع جهات الأرض أمنوا بالثالوث الأقدس. دايما 12 يقولوا 4 في 3، أن الذين آمنوا بالثالوث الأقدس من أربع جهات الدنيا، يعني من كل حتة في الدنيا، اتحسبوا في ال 12، وال 12 دول في الألف يعني بلا عدد. من كل سبط، يعني كل سبط كان له قديسين، طلع قديسين. إذا اليهود هيطلع منهم ناس يبقوا معانا في السماء، طبعا ده جدهم الكبير أبونا إبراهيم، ده اللي حضنه هيشيل كل القديسين. فاليهود منهم قديسين، لكن من بعد ما جه المسيح خلاص أي يهود يفضل يهودي، ما يدخلش في الحسبة دي خلاص، ده زي اللي هيبان في الكلام دلوقتي. من سبط يهوذا 12,000 مختوم، من سبط رؤوبيم 12,000 مختوم، من سبط جاد 12,000 مختوم، من سبط أشير 12,000 مختوم، من سبط نفتالي 12,000 مختوم، من سبط منسى، من سبط شمعون، من سبط لاوي، من سبط يساكر، من سبط زبولون، من سبط يوسف، من سبط بنيامين. دول كده 12، بس في شوية حاجات. أولا كونوا عمال يعيد واحدة واحدة، ده كأننا عارفين بنقول نتيجة الناجحين، كل واحد يسمع اسمه ففرحانين، كل سبط دخل ناس للسماء، دي نتيجة آخر العمر كله وآخر الحياة كلها، فيطلع كده كأنه يعني كل واحد لاقي اسمه في الملكوت، ده سفر الحياة اللي احنا كلنا بنصلي يكون أسماءنا ثابتة ومكتوبة في سفر الحياة. لكن البكر هنا يهوذا، مع ان لما نسمع عن قصة يعقوب نلاقي ان البكر الحقيقي كان رؤوبين، ما كانش يهوذا. لكن رؤوبين ما كانش سلوكه انسان، ما كانش كويس، وعمل حاجات مش تمام وتطاول على مخدع ابوه. لكن يهوذا خد البكورية بالالتزام باحساس المسؤولية، بالذات بان في قصة يهوذا، قصة يوسف، وصار يهوذا هو الجد الحقيقي لربنا يسوع المسيح، فأصبح يهوذا هو البكر. فعشان كده يتقال يهوذا أول سبط، مع أنه حرفا لم يكن أول ابن. ودي فكرة مهمة في الكتاب، فكرة البكورية، أن البكورية الحرفية مش هي اللي تدي البكورية، البكورية يعني البكر، والبكر ده الأولاني. كتير من الأولاني ده ما بيطلعش كويس، إشارة إلى إيه؟ إن اليهود بكر الله، اليهود يعتبروا البكر، ما طلعوش كويسين في الآخر، فربنا اختار العالم كله وتنازل عن ابنه البكر اللي هو إسرائيل، لأن إسرائيل ما طلعش تمام دلوقتي.
فيهوذا صار بكرا بالإيمان، زي مثلا يعقوب وعيسو. مين البكر في الأصل؟ عيسو، لكن بالإيمان وبالسعي وراء البكورية خدها يعقوب عن محاولات وعن جهات صحيح فيها التواء وفيها حاجات خد اتعاقب بسببها، لكن عن شهوة البكورية، يعني نفسه يبقى من الأبكار اللي هي شهوة روحية انه يتحسب من شعب الله، دي طبعا غالية عند ربنا. فأولا يهوذا حسب بكرا بالرغم ان هو مش البكر لأنه جد المسيح. ثاني حاجة نلاحظ ان في سبط من دول، مش سبط من ال 12 وقع، دول 12 صحيح، لكن اللي تذاكر منكم القصة نلاقي ان يوسف جاب ولدين منسة وإفرايم، فالمفروض انه لو اتحسبوا منسة وإفرايم يطلعوا 13، ولو حسبنا يوسف بس ما نجيبش سيرة منسة ولا إفرايم. هنا اتذكر سبط منسة واتذكر سبط يوسف، الله طب ازاي ده كده المفروض يطلعوا 13؟ اتاري في واحد اسمه دان ما جاتش سيرته، وقع ولا ايه؟ دان لما ابوه يعقوب تنبأ عنه في تكوين 49 قال كلمة تخوف، كل واحد من ولاده دعا له دعوة حلوة، بالاخص يهوذا قال له هيجي منك المسيح، ويوسف بالذات لان حياته كانت حلوة قال له في بركة كتير. عند دان ابونا يعقوب تنبأ نبوة مخيفة، قال دان حية على الطريق، حية افعوان على السبيل، لخلاصك انتظرت يا رب. ودان سبط دان حصل فيه تجاوزات كثيرة وأخطاء كثيرة وانحرافات كثيرة، لكن بعض المفسرين يميلوا أن سبط دان بالذات هو السبط اللي هيجي منه المسيح الدجال بسبب هذه النبوة، أن هو حي على الطريق وإفعوان على السبيل، لخلاصك انتظرت يا رب، يعني يا رب حوش حوش، حاجة مخيفة شافها في الرؤية بتاعته يعقوب دي لما شاف دان تعبان جاي على السك. فسبط دان لم يذكر خالص ضمن المختومين، اتحط مكانه لأن يعقوب وهو بيبارك يوسف قال له هديك نصيبين أكتر من إخواتك يا يوسف، لأنك على قد جهادك وأمانتك ربنا ادالك وانت سترتنا وخلصتنا. تعرفين يوسف طبعا أنقذ إخواته من المجاعة وأنقذ أبوه، فخد نصيب اثنين. لكن برضو إفرايم يعتقد في التاريخ أن سبط إفرايم بالذات أو شعب إفرايم انحرف وراء الوثنية بزيادة، وعشان كده هنا المختومين كانوا من سبط منسة ونسبوا إلى سبط يوسف، ما تقالش إفرايم لأن إفرايم ابن يوسف ولاده انحرفوا في الوثنية. فهمتوها ولا تهتوا مني؟ تاني هم 12، 12 على اعتبار يوسف واحد منهم. أبونا يعقوب وهو بيبارك قال لي يوسف هتاخد نصيب اثنين، ولادك اللي اتولدوا لي يا يوسف في مصر دول هحسبهم زي ولادنا، كأن دول ولادنا، فيعاملوا معاملة إخواتك، ولادك يا يوسف يعاملوا معاملة إخواتك يا يوسف بالنسبة ليعقوب. فأصبح يوسف من حقه الشرعي نصيب اثنين وسط اخواته بسبب دعوة ابوه. فأصبح منسة وإفرايم، المفروض يوسف ما يتقالش، يتقال منسة وإفرايم. لو كان كده كانوا المفروض يطلعوا 13 سبط، لكن فوجئنا ان في سبط ما لم يذكر اللي هو دان، دخل مكانه منسة. ولم يذكر إفرايم لأنه بسبب حياته وسلوكه الوثني في تاريخ الشعب اليهودي كان أكثر الأسباط انحرافا تقريبا، ذكر الاسم الأفضل منه اللي هو يوسف اللي كان يسلك بالإيمان وبالنقاء. كلها إشارات رمزية إلى أنه الحكاية مش حرف، الحكاية معناها معاني روحية مختبئة. طبعا إحنا ليلة أبو غلامسيس لما نقرأ الحتة دي نغنيها، نقعد عند كل سبط كده ونقسم ونقولها كترتيلة كأننا نتغنى باللي وصل السماء، نقعد نقول 12,000 من سبط كذا و 12,000 من سبط كذا، وإحنا فرحانين لهم لأن دول وصلوا وخدوا نصيبهم ومكانهم الطبيعي في السماء. طيب دول من اليهود
واليهود محسوبين بحكم انه النهارده شعب الله هم المسيحيين، فاليهود راحت عليهم خلاص دلوقتي. طيب هي السماء لليهود؟ لا طبعا، ده اليهود محسوبين بالعدد لان هم كده كده قليلين اللي هيدخلوا السماء من اليهود. بعد هذا نظرت واذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده. يعني ان كان اليهود 144 الف حتى كرقم رمزي، الا ان دول ما يجوش حاجه جنب ايه القديسين اللي هيدخلوا بقى من كل الامم بقى في المسيحيه. كل اللي امنوا بالمسيح بقى من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه. يبقى واضح ان احنا بنميز بين حاجتين، شعب الله القديم دخل منه عدد محسوب وهيجي ذكر ال 144 الف مره تاني قدام. اما عن شعب الله المسيحي في العهد الجديد الذين امنوا بربنا يسوع المسيح لم يستطع احد ان يعد. يعني هو لو كان 144 الف ولا حتى 10 اضعاف الرقم ده كان اتقال، لا ده اكتر بكتير من اي رقم ممكن يعد. طبعا الكلمه دي مريح، في ناس تقول الله هم اللي هيدخلوا السماء كم واحد؟ هتشيل قد ايه السماء دي؟ لا اطمنوا، ده هم بس اللي عدوهم 144 الف، لكن دول ما يجوش حاجه جنب اللي ما تعدش. وبالتالي اللي ما تعدش ده مئات والاف الاضعاف من الرقم ده، فيبقى في ملايين في الابدين. من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه. برضو الحكايه فيها يعني سر غامض، ان هو طب ازاي يشوف الملايين دي؟ ده بالروح. بعد هذا نظرت واذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده. طب قدرهم ازاي؟ لا هو التقدير هنا روحي، بمعنى ان الحكايه ملهاش اخر وملهاش عدد. وده اللي قاله يسوع زمان، قال لهم ياتون من المشارق والمغارب ويتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، اما بنو الملكوت اليهود اللي فاكرين الملكوت بتاعهم فيطرحون خارجا. اذا اغلب اليهود رفضوا المسيح فطرحوا خارجا، اما الذين امنوا بربنا يسوع المسيح من كل الامم فليهم نصيب في الملكوت. واقفون امام العرش وامام الخروف. رجعنا تاني لذكر العرش والخروف والجماعه اللي حوالين العرش والخروف والدوائر اللي قلناها، دايره الاربع حيوانات غير المتجسدين، ودايره ال 24 قسيس، ودايره الملائكه بربواتهم، وبعدين دايره الشعوب بلا عدد حوالين العرش الالهي. دول امام العرش وامام الخروف. متسربلين بثياب بيض، كلهم لابسين ابيض. يمكن رابع مره يذكر ان كل اللي في السماء لابسين ابيض، اشاره الى النقاوه والسيره النقيه والحياه المقدسه والمعموديه اللي نظفت الواحد فينا لغايه النهارده. الطقس في المعموديه لبس ابيض، ووقفتنا دايما قدام المذبح لازم تبقى ابيض. ليه؟ لان هو ده العرش بتاعنا، فلما ندخل بلبس الخدمة نلبس أبيض، كاهن وشمامسة كله يلبس أبيض. وفي أيديهم سعف النخل. تفكركم بإيه دي؟ باليوم اللي دخل فيه ربنا يسوع أورشليم، يوم ما دخل المسيح له المجد أورشليم، الناس بسيطة وإيمانها بسيط وفرحانين قوي بالمسيح الملك المتواضع. هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحشن ابن أتان. فالناس طلعت تزفه بفرح وتقول خلصنا وصلنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود. فرحانين جدا. يعملوا إيه؟ يقلعوا هدومهم ويحطوها تحت رجليه، ويقطعوا سعف النخل وورق الشجر الزيتون، ويقعدوا يحركوه ويشاوروا هما بيهتفوا. المنظر ده كان بروفا للسماء، وعشان كده احنا حد الزعف عاملينه عيد كبير. حد الزعف عيد سيدي كبير في الكنيسة القبطية، لانه ده كأنه بروفا للاحتفال اللي هيحصل في السماء. نفس المنظر اللي في رؤية 7 ده هو اللي كان على الارض وقت دخول المسيح اورشليم. في ايديهم سعف النخل، وسعف النخل دايما اشارة للنصرة، اشارة اللي راجعين من الحروب منتصرين كانوا يمسكوا لهم سعف نخل كده ويحيوهم يعني. فدول كانهم كلهم منتصرين فماسكين سعف نخل ولابسين ابيض، اشاره الى حياتهم النقيه، وما لهمش عدد وما لهمش جنس وما لهمش لسان، يعني من كل حته.
وهم يصرخون بصوت عظيم. إن كان الصراخ على الأرض كان خلصنا يا ابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، المرة دي الصراخ مش خلصنا، ما هم وصلوا بالسلامة قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. فاهمين الفرق؟ دول اللي واقفين قدام العرش بيقولوا له كان منك الخلاص يا رب، انت اللي في ايدك فعلا خلاص الكل، انت اللي وصلتنا لهنا بالسلام، انت لك كل المجد والكرامة لانك خلصتنا. كنا نصرخ على الارض ونقول لك خلصنا يا ابن داود، واليوم في الابدية بنقول لك الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف، للآب والابن، أو للابن والابن المتجسد الجالس على العرش وللخروف، خروف الذبيح الفادي ربنا يسوع المسيح. وجميع الملائكة كانوا واقفين حوالين العرش، واقفون حوالين العرش، والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله. المرة دي الحكاية ابتدت من الآخر للأول. فاكرين لما قرينا أصحاح 4 و5 كنا نسمع الأربع حيوانات يسبحوا، يرد عليهم الـ24 شيخ، يرد عليهم الملائكة، يرد عليهم جماهير بلا عدد. المرة دي التسبيحة ابتدت من الجماهير اللي بلا عدد، أول ما سمعوهم الباقيين كلهم ردوا عليهم، وكأن السمع عبارة عن فريق موسيقي متجانس جدا ومنسجم جدا، وما ورهمش غير يرتلوا ويسبحوا. فالذين وصلوا بالإيمان بربنا يسوع المسيح وبيقولوا له الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف، يشهد لهم ويأكد على كلامهم ربوة الملائكة ممثلين في الشيوخ والحيوانات الأربعة والملائكة اللي واقفين حوالين العرش، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله. إذا وإحنا بنشكر لربنا على خلاصه يليق بنا السجود. يعني في ناس لما نقول نشكر ربنا تبوس إيديها، كويس دي حركة حلوة، لكن بعض الناس لما نقول نشكر ربنا تسجد لله شكرا. السجود أحيانا يكون تعبير شكر، يعني السجود ممكن يكون تعبير تذلل، ساعات يكون تعبير طلب رحمة، وساعات السجود يكون تعبير شكر. فهنا في الأبدية حتى لو في سجود، السجود هنا تعبير عن الشكر اللي مفيش كلمة تعبر عن شكر الله اللي وصل الناس دي من كل لسان ومن كل أمة للسماء. قائلين أمين، يعني بيردوا على بعض، صحيح أمين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وعلى الخروف، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين أمين. 7 كلمات كلهم أكبر من بعض، نقولهم تاني لأن تفسيرهم بيدخل في بعض، كلها كلمات قريبة من بعض في المعنى، لكن هي دي التسبيحة المحبوبة في الكنيسة بقى. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين أمين، اللي هي بالضبط اللي خدناها وبقينا نقول فوق تاتي جو نمبي، هي نفس الكلمات دي، كل كلمة منهم بنقولها بصوت كده حماسي كأننا بنشارك الملائكة لك القوة والمجد والبركة والعزة، هي نفس الكلمات دي إلى الأبد أمين. وأجاب واحد من الشيوخ، هو طبعا يوحنا الكلام ده مريح جدا لي، من شوية لو تفتكروا كان بيعيط، اللي فاكر معانا لما لقى السفر مش راضي يتفتح ومحدش عارف يفتح السفر المختوم بدأ يبكي، فقالوا له ما تبكيش، الأسد الخارج من صفت يهوذا هيتصرف، وطلع الأسد هو الحمل القائم كأنه مذبوح، فتح السفر وابتدى يفك خطومه وابتدى يوحنا يتفرج على تاريخ الكنيسة من عصر إلى عصر، والمسيح ما ماسك فرس الأبيض وخرج غالبا لكي يغلب، منتصر دائما بالرغم من عصر الدم وعصر الهرطقات وعصر البدع وعصر الأخضر، المهم المسيح منتصر إلى الأبد. ولما شاف الناس خايفا من مجيء المسيح فرجوا بقى على المنتصرين والمختومين واللي ربنا عرفهم بالاسم، إن كانوا من اليهود عددهم معروف
وإن كانوا من غير اليهود عددهم لا يحصى لا يحصى ملوش آخر. يبقى عدد طبعا المسيحيين المنتصرين أضعاف اليهود، والكل بيسبح تسبيحة واحدة هي تسبيحة لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد. والتسبيحة دي مرجعها أساسا كلمة الخلاص، لأنك ذبحت واشتريتنا، لأنك خلصتنا، هي كله مرتبط ببعض. فأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي، قام جه واحد من الـ24 شيخ راح يكلم يوحنا الحبيب عشان ايه، عاوز يقول له حاجة مهمة عشان يفهمها لا تكون فاتت عليه. خلي بالكم تحسوا ان الشيوخ دول طيبين قوي الكهنة دول، لانه في اصحاح 5 لما لقوا يوحنا عيط راح واحد من الشيوخ برضه طبطب عليه وقال له طب ما تعيطش، اهو الاسد هيعمل هيحل المشكلة. هنا لما لقوا يوحنا مذهول قدام المنظر فرحان قوي ومش فاهم الناس دي اصلها ايه وجت منين وازاي عارفين يقولوا التسبيحة دي مع بعض مع انهم من كل لسان من كل امة من كل قبيلة، طب بيقولوها ازاي بحس واحد؟ فراح قال له ايه قائلا لي، هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن اين اتوا؟ هو عاوز يحركه للتساؤل، فاهمين الفكرة؟ طبعا الشيخ ده هو اللي عارف يوحنا ما يعتبر ضيف لسه، هو لسه ما دخلش السماء فبيتفرج. فواحد من الـ24 قسيس دول قال له مين دول؟ مين اللي لابسين ابيض دول اللي بيسبحوا دول ومبسوطين؟ من هم ومن اين اتوا؟ السؤالين دول مهمين قوي. مين دول وجم ازاي؟ او جم منين؟ العدد اللي بلا عدد ده. فقلت له يا سيد انت تعلم. يوحنا قال له انا اللي هعرف، انا بتفرج انت اللي عارف. فقال لي، فابتدى يقول له برضو دي طريقة جميلة في التلمذة، انه ممكن ابونا يسأل سؤال مش لانه مش عارفه، لانه عاوز يعرفنا باجابته، واخدين بالكم؟ فدي طريقة شرح السماويين للارضيين. برضو شوفوا العلاقة الجميلة بين السماويين والارضيين، مفيش انفصال ولا حاجة. شيوخ السماويين دول في علاقة بيننا وبينهم، لما يلاقي الواحد بيبكي يقولوا له لا تبكي، ولما يلاقوا الواحد فينا مش فاهم يجوا يقولوا له انت فاهم ولا مش فاهم ويشرحوا لنا. اذا القديسين اللي بيظهروا والرؤى اللي بتيجي للقديسين والسفر السماويين دول اللي ربنا عمال يبعتهم عشان يطيبوا خاطرنا ويشجعونا ويشرحوا لنا جمال السماء، دي حاجة حقيقية. من ساعة يوحنا قال واحد من الشيوخ يقول له فاهم ولا مش فاهم؟ طب انا اقول لك. فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. كلام مريح. قال له دول هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة اختلف عليها بعض المفسرين. في بعض الناس قالوا في ضيقة معينة تأتي ودول اللي هيعدوا منها، لكن دول عدد بلا عدد، عدد لا يحصى. ثم إن كل واحد مسيحي عدت عليه ضيقة وكانت بالنسبة له ضيقة عظيمة. اللي دخل في مرض وتعذب لغاية ما كمل أيام وعدة هيتقال له على باب السماء ده اللي جه من الضيقة العظيمة. اللي دخل في مشاكل كتيرة وتسلح بالصلاة والشكر والصوم ومسك في ربنا هيتقال عليه ده اللي جه من الضيقة العظيمة. اللي عدت عليه تجارب قاسية وأيام مرة وفضل ماسك من ربنا هيتقال عليه هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة.
اللي وقع في حرب مع الشيطان وفضل يسقط ويقوم، وكل لما يقع يقف تاني، والشيطان يخبط وهو يخبط، وطول حياته يحارب الخطيه والخطيه تحاربه، هيتقال عليه هم دول الذين اتوا من الضيقه العظيمه. الشهداء اللي عدوا على عذابات شديده جدا وطلعوا منها على السماء عدل، هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه. عشان كده الكتاب بيقول جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ما فيش واحد هيحاول يعيش مع ربنا صح إلا ويشوف ضيقة عظيمة. محدش يتصور أنه هيمسك في ربنا وياخدها جد إلا لما هيلاقي الباب ضيق وهيلاقي ضيقة عظيمة. ما تخافش، دي علامة كويسة، عشان في الآخر لما تلبس أبيض يتقال عليك هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. عشان كده بولس الرسول في مرة رجموه وافتكروه مات من كتر العذاب والرجم، اتلموا حواليه تلاميذه، قام من الموت أو قام يمكن ما كانش لسه مات، يا دوب دخل البلد اتلموا حواليه حبايبه، بدأ يوعظ وهو يعني في حالته دي، يقول لهم ايه؟ بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. ما تتهزوش، طبيعي اللي بيحصل ده. بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. كل ما تلاقيها ضاقت قول كويس، انا كده السكة مظبوطة. لانها لو واسعة قوي ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي الى الهلاك. بلاش تبقى واسعة، لازم تخاف من الواسع في الدنيا. خلينا في الضيقة العظيمة إن كانت هتدخلنا السماء. اللي عنده تجربة يمسك فيها ويقول هي دي الضيقة العظيمة اللي هتطلعني لابس أبيض. واللي بيحارب مع الشيطان في حروب روحية وفي أخطاء عاوز يخلص منها وحرب جديدة ومعركة جديدة، يقول هي دي الضيقة العظيمة اللي هطلع منها على السماء. واللي بيضطهد في شغله لأنه مسيحي يقول كويس، ضيقة عظيمة يمكن توصلني السماء. واللي عنده أمراض جايباه يعني وهداه يقول هي ضيقة عظيمة أستحملها كي أدخل، لأن هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. كل الملايين دول، ده بيقول عدد لا يحصي. طب كل اللي جايين من كل البلاد، من كل البلاد والألسنة والأمم والقبائل، كله عدى على الضيقة العظيمة. ما حدش هيدخل السماء بدون هذه الضيقة العظيمة. احنا نهرب من الضيقة ولا ندري اننا نهرب من السماء، بينما احنا لو فرحنا بالضيقة وتمسكنا بالباب الضيق وشلنا الصليب بفرح وبصبر، كده يبقى لينا رجاء نلبس ابيض في السماء. من هم ومن اين اتوا؟ هؤلاء المتسربلين بثياب بيض هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة. يبقى أول علامة للي وصلوا السماء أنهم عدوا على هذه الضيقة. اللي عايش حياته بيدور على الراحة ممكن يكون بيضيع منه السماء. فلنحذر من الراحة. ده الكتاب بيقول المتنعمة ماتت وهي حية. اللي بيدور على التنعم والرفاهية بس ده ممكن يكون بيضيع أبديته. من يخلص نفسه من أجلي يهلك، ومن يهلك نفسه من أجل يجده. اللي بيدور يريح نفسه في الدنيا هيضيعها، واللي بيضيع نفسه من أجل المسيح هو ده اللي هيلاقيها. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. لكن مش بس التجارب بتدخل السماء، في موضوع أهم. وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. هيجيبوا لبس ابيض للملايين دي منين؟ ده ما كانوش لابسين ابيض ولا حاجه، كانوا لابسين ملون ومبهدل ومطرب. لكن كلهم عرفوا يغسلوا ثيابهم في دم الخروف. واعجب دم الذي، مع ان الدم احمر، لكن دم المسيح يبيض ما يحمرش. تدخل فيه لونك ايا كان اللون تطلع منه لابس ابيض. غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. يعني آمنوا بالمسيح الإله
عاشوا مصلوبين مع المسيح، مع المسيح صلبت أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ليهم عهد مع دم المسيح عند المذبح كل شوية، يتمسكوا بعهدهم بدم المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. دم المسيح شغلهم، رأس مالهم، لأنهم به يتطهرون، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. أفكركم هنا بالكلمة اللي قالها يسوع في مثل عشاء عرس ابن الملك، مثل المدعوين، لما دخل وهو داعي ناس بلا عدد، ولما دخل العرس وجد إنسانا ليس عليه لباس العرس، فقال له: يا صاحب كيف دخلت إلى هنا؟ نفس السؤال، من هم ومن أين أتوا؟ دخلت إزاي؟ ده الباب اللي بيدخل بيلبس أبيض، على باب الكنيسة بره المعمودية اللي تصرف لك دم المسيح، المعمودية اللي تغسلك، شوفوا فكرة الغسيل والدم، تغسلك من الخطية بدم المسيح. عشان كده تلاحظوا ان كل واحد يتعمد نغرقه نموته مع المسيح ويطلع يلبس أبيض وعليه الشريطة الحمراء الزنار الأحمر، إشارة إلى إيه؟ بيضوا ثيابهم في دم الخروف، لأن هذا الماء الحي يأخذ قوته من دم المسيح. المية الحية دي مية المعمودية جاية من الفداء اللي عمله ربنا يسوع المسيح، هو ده الصخرة اللي طلعت دم وماء، دم نعيش بيه ونشربه، وماء يجدد حياتنا ويجعلنا طبيعة جديدة، دم يغسل لبسنا وينظفنا ويطلعنا كده آنية جديدة مهيئة للكرامة. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. طب ما احنا كل يوم لبسنا بيتبهدل، هدومنا بتتوسخ، كل يوم بنمشي في الدنيا بنضطرب، خطايا بتيجي علينا، طب وماله؟ دم ابنه يغفر من كل خطية، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. دم المسيح ما بيخلصش مفعوله، هي دي بقى جمال الموضوع، إن دم ربنا يسوع المسيح يغفر كل الخطايا. فكل ما يجي الإنسان تائب منسحق ويتمسك بصليب ربنا يسوع المسيح، انتوا عارفين المعترف بيجي الكنيسة ليه؟ عاوز الصليب بتاع المسيح ده، الصليب بتاع الكاهن ده اللي فيه السلطان، فيه قوة الدم. ايه قيمة سر الاعتراف والحل اللي فيه؟ الدم ده، عهد الدم اللي في الصليب، دم صليبه يقول الكتاب عنه، يتحط على راس التائب المعترف، يقوم هذا الدم يغسل ثيابه مرة أخرى، يبيض ثيابه مرة أخرى، يبقى زي ما طلع من المعمودية نقي بسيط قديس لابس أبيض، يطلع من التوبة والاعتراف نقي وبسيط ولابس أبيض تاني، لأنه تجدد مرة أخرى، لأن دم المسيح مفعوله ديناميك ما بيخلصش. تغلط تيجي تاني لدم المسيح، الصليب يجي على رأسك يشيل خطيتك في الاعتراف، وتدخل على المذبح تشرب دمه، تأكل جسده وتشرب دمه عشان تثبت فيه ويثبت فيك، تقوم تبقى لابس اللبس الأبيض وانت مطمن، مطمن انك لسه عهدك مع المسيح ولسه ممكن تتحسب مع اللابسين أبيض، وتخرج للعالم عشان تحصل ايه؟ عشان تقابل الضيقة العظيمة، تخرج من التوبة والتناول تقابل الدنيا بالضيقة العظيمة وانت مش همك، عشان ينطبق عليك ما انطبق على هؤلاء القديسين. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله. طيب يخدموه ازاي؟ يعني احنا على الأرض بنخدم ربنا، بنخدم ربنا، بنكلم الناس عن ربنا، بنخدم ربنا، بنخدم أحباء الله الفقراء والمساكين والمرضى. طب هناك لا في مرضى ولا في فقراء ولا في مساكين ولا في مساجين ولا في حد ما يعرفش ربنا، طب هنخدمه نعمل ايه؟ تبقى خدمة وحيدة في السماويات،
هي خدمة التسبيح والشكر والعبادة الدائمة، وهي أجمل خدمة، خدمة الفرح بالله نفسه، خدمة مريم اللي قاعدة عند رجلين المسيح مش عاوزة تسيبه، مع أن مرثا بتخدمه بطريقة تانية، يقول لها لا لا، مريم اختارت النصيب الصالح، الأشطر هو اللي يقعد مع ربنا ويسبح ربنا ويفرح بربنا. هذه الخدمة تكون مصير كل الذين خدموا الله على الأرض بأي طريق، أتوا من الضيقة العظيمة وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه، لأن احنا بنخدم ربنا بحب، احنا بنحب ربنا فبنخدمه. فلما نروح السماء هنقول له يا رب عاوزين نخدمك، ما ينفعش نقعد ساكتين، ما ينفعش نقعد بدون خدمة، لأن الخدمة تعبير عن حبنا ليك، الخدمة تعبير عن شكرنا ليك. طب هنشكرك ازاي اما كناش نسبحك ليل ونهار، وهنفرح بيك ازاي اما كانش يطلع مننا خدمة تسبيح وخدمة شكر لا تنتهي الى الابد. فكلمة خدمة عندنا في المفهوم المسيحي ليست خدمة عبد لسيد، وانما هي خدمة الابن المحب لابوه. نحن نخدم الله لاننا نحب الله، وبنحب الخدمة لاننا بنحب ربنا، وهكذا تستمر الخدمة إلى الأبد، بس مش خدمة فقراء ومرضى، خدمة شكر وتسبيح إلى الأبد، والجالس على العرش يحل فوقهم. يعني مش بس يبقى شايفهم، ده يبقى لازق فيهم، يحل فوقهم. يعني الواحد مش عارف يقول المعنى ده، يحل فوقهم دي إزاي؟ يعني يبقى ربنا مليهم بالنعمة والفرح والبركة، لأن إلهنا غير محدود، يحل فيهم وفوقهم ومن حولهم ومن أمامهم ومن خلفهم، يحل فوقهم، فيبقوا فرحانين بربنا، وربنا حالل فيهم وعليهم ومنورهم ومفرحهم. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.